العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. في الواقع كما قلت في الحلقة السابقة بأنه هذه من المسائل الأساسية التي لا بد أن يقف عليها الإنسان فيما يتعلق بأمور دينه. عندما أقول أمور الدين بتعبير القرآن الكريم ليتفقهوا في الدين، الدين هو مجموعة من الأمور العقائدية ومجموعة من المسائل العملية، هذه الذي اصطلح عليها بأصول الدين وبفروع الدين، ولكنه نحن رجحنا في الحلقة السابقة أن يعبر عنها بالأمور العقائدية والأمور العملية، يعني الأمور التي يطلب منها الاعتقاد أولا وبالذات، والأمور التي يطلب منها العمل أولا وبالذات. ثم كل واحدة من هذين القسمين، يعني القسم المتعلق بالأمور العقائدية والقسم المتعلق بالأمور العملية، تنقسم فيها إلى مسائل أصلية وإلى مسائل فرعية. فيما يتعلق بالأمور الفقهية والأمور العملية، أنا أتصور بأن المشاهد الكريم يعلم بأنه في الأعم الأغلب لا بد أن يرجع فيها إلى المتخصص. هسه لماذا أقول في الأعم الأغلب؟ باعتبار أنه ضروريات الفقه لا ينبغي فيها التقليد ولا نحتاج فيها إلى التقليد، يعني نحن لا نحتاج أن نقلد المجتهد في أن صلاة الصبح واجبة أو غير واجبة، لأن هذه من ضروريات الدين. لا نحتاج إلى أن نقلد المجتهد في أن الصوم في شهر رمضان واجب أو ليس بواجب، لأنه هذا من ضروريات الدين. لا نحتاج إلى أن نقلد المجتهد في أن الزنا أو اللواط أو نحوهما حرام أو ليس بحرام، لأن ذلك من ضروريات الدين. يعني سماحة السيد، كما تفضلتم الآن ضروريات الدين، الآن تقولون أنه لا يجوز التقليد فيها سواء كان في المسائل العقادية. لا نحتاج إلى التقليد فيها، لا نحتاج إلى التقليد لأنه واضحة. نعم. ضروريات الدين يعني تلك الأمور الواضحة للجميع كالبديهيات. نعم. كالأمور الواضحة، هاي سواء في المسائل العقائدية أو في المسائل العملية. الآن أقول نعم. هذا فيما يتعلق في الأمور الفقهية. أما الأمور التي نقلد فيها هي المسائل النظرية من الفقه، وهي أنه افترضوا أن صلاة الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة العشاء، هل يمكن الاكتفاء بقراءة الفاتحة بدل التسبيحات أو لا يمكن الاكتفاء؟ وإذا لا يمكن الاكتفاء لماذا؟ ونحو ذلك جملة هاي المسائل. ولذا احنا عندما نأتي إلى المسائل الفقهية نقسمها إلى قسمين، قسم هي الضروريات فهذه لا نحتاج إلى التقليد لأنها واضحة لا معنى للتقليد فيها، وقسم وهي الأعم الأغلب هي ماذا؟ هي الأمور التي يمكن أن يجتهد فيها ويقع فيها الاختلاف بين الفقهاء والمجتهدين، وهذه هي موضع التقليد. نعم. عندما نأتي إلى المسائل العقدية والمسائل العقائدية، يعني تلك المسائل التي المطلوب فيها هو عقد القلب والإيمان، والإيمان لا العمل. عندما نقول الأمور العقائدية يعني الأمور التي يطلب فيها الإيمان، مو الأمور التي يطلب فيها العلم والمعرفة فقط، الأمور التي يطلب فيها الإيمان، الإذعان، التصديق وبحثه بعد ذلك، يعني من أفعال القلب، من أفعال الجوانح لا من أفعال الجوارح. فيما يتعلق بالمسائل العقائدية والمسائل الإيمانية والمسائل التي يطلب فيها التصديق والإيمان، هذه أيضا تنقسم إلى قسمين، مسائل لا يجوز فيها التقليد بل لا بد أن يكون المكلف مجتهدا فيها. ما معنى مجتهد؟ يعني أن يبحث عن الدليل بقدره وبحسبه. أنا عندما أقول يبحث عن الدليل مو أنه يذهب إلى الحوزات العلمية لعشرة أعوام يدرس، لا، بقدره يبحث عن الدليل كمسألة إثبات وجود الله. في مسألة إثبات وجود الله لا يحق لأحد لو قيل له أنت تؤمن بوجود الله، الله موجود، يقول نعم أنا أؤمن بوجود الله. نقول لماذا تؤمن؟ يقول لأن فلان يقول. هذا لا يكفي، لأني أقلد فلانا، هذا لا يكفي. نعم.
نقول له أنت تعتقد بأن الرسول أن خاتم الأنبياء والمرسلين هو محمد صلى الله عليه وآله؟ يقول نعم أعتقد بذلك. تقول له لماذا تعتقد بذلك؟ ما هو دليلك؟ يقول والله لا يوجد عندي دليل، ولكنه فلان وفلان يقولون وأنا قلدتهم. حتى لو كان فلان وفلان من العلماء، من المتخصصين، من المجتهدين في باب العقائد. مثل هذه المسائل التي هي المسائل الأصلية في الأمور العقائدية والإيمانية التي تعد من أركان العقائد، هذه المسائل لا يجوز فيها التقليد، وإنما ينبغي على المكلف أن يصل إلى الدليل للإيمان. ماذا؟ للإيمان. إذن هذا هو القسم الأول في المسائل العقائدية. نعم. القسم الثاني اللي يشكل 95%، بل يشكل 97%، بل لعله 99% من المسائل العقائدية تدخل في هذا القسم الثاني، وهي المسائل التي يجتهد فيها، يعني علماء المتخصصون في علم العقائد يجتهدون فيها، قد يتفقون وقد ماذا؟ قد يختلفون فيما بينهم. نعم. في مثل هذه المسائل من القسم الثاني التي هي ليست من الأصول الإيمانية والعقائدية، هل يجب على كل مكلف أيضا أن يبحث عن الدليل لكي يؤمن بها، ولا يجوز له الرجوع إلى المتخصص في هذه المسائل؟ الجواب نظري الشخصي في هذه المسألة، لا، ليس الأمر كذلك. يجوز فيها الرجوع إلى أهل التخصص إذا كان المكلف قادرا على أن يجتهد هو وأن يحصل على الدليل ليؤمن، فبها ونعمة، طوبى له. أما إذا لم يكن قادرا، لابد أن يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المتخصص في هذه المجالات. وعندما أقول متخصص، يعني المتخصص في باب العقائد، المتخصص في فهم القرآن الكريم، في فهم التفسير، في فهم القواعد العقلية والفلسفية، لأنه كثير من هذه المسائل العقائدية أدلتها ومبانيها وأصولها أصول ماذا؟ ليست أصول نقلية، وإنما هي أصول قائمة على أسس وقواعد عقلية، فتحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فهم للقواعد العقلية. نعم، إذن أحسنتم سماحة السيد. إذن هذه المسألة يعني لا تخصهم أيضا العقائد في كل المجالات. طبعا في الرجوع المتخصص باعتبار حديثنا في التوحيد، فالآن أتكلم في العقائد، وإلا واقعا في سيرة أهل البيت كذلك، في التاريخ أيضا كذلك. أحسنتم. نعم. في كل المجالات. وأنا أتصور أن هذه السنة عقلائية، كما أشرنا في الحلقة السابقة، قلنا في الفيزياء كذلك، في الكيمياء كذلك، في الهندسة كذلك، في أي مجال من المجالات، في الطب كذلك، نجد أن الإنسان لا يرجع هو إلى الكتب والمصادر ليكتشف العلاج أو ليكتشف الخريطة. نعم. وإنما يرجع إلى من؟ إلى المتخصص. وهذا ما أوضحته مفصلا في كتاب التفقه في الدين كما ذكرت في الحلقة السابقة. نعم. وهي ما هي المسائل العقائدية التي ينبغي للمكلف شخصا هو أن يبحث عن الدليل للإيمان بها، وما هي تلك المسائل العقائدية التي يجوز له أن يرجع فيها إلى المتخصص. ومن هنا أنا أعتقد، من هنا أنا دعوت في ذلك الكتاب، والآن أدعو من هذا المنبر، أنه واقعا كما أنه يوجد عندنا متخصصون في باب الفقه وفي المسائل العملية، وتكتب لهم رسائل عملية ويرجع إليها المكلف في معرفة تكليفه العملي، ينبغي أن يوجد عندنا متخصصون ومجتهدون وعلماء كبار في المسائل العقائدية، وأنهم يكتبون رسائل ماذا؟ مرتبطة بالبعد العقائدي، بالبعد العقائدي، والناس يرجعون إلى ماذا؟ إلى هذه الرسائل. لا يحق لأحد، كما في باب الفقه لا يحق للإنسان أن يرجع إلى كتب الحديث ليعرف تكليفه الشرعي، وإنما لابد أن يرجع إلى المتخصص، كذلك لا يحق لكل أحد أن يرجع إلى أصول الكافي أو بحار الأنوار للعلامة المجلسي ويعرف ما هي اعتقاداته من هذه الكتب، لأن هذه روايات مختلفة، قد تكون متناقضة، قد تكون قد يكون فيها تعارض وغير ذلك، وهذه لا ليس من شأن غير المتخصص أن يقف عليها. عفوا سماحة السيد. نعم. هنا يعني هل توجد آلية محدودة مخصوصة يعني؟ نعم. توجد. نعم. بالنسبة. نعم. لرجوع. نعم. المكلف. نعم. في المسائل العقائدية. نعم، بل أنا. نعم. أتصور بأن نفس الآليات التي نحن نتبعها
في الرجوع إلى في المسائل العملية نفس تلك الآليات لابد من اتباعها أين؟ في الرجوع إلى المسائل العقائدية. يعني الآن نحن نذكر هناك ضوابط في الرسائل العملية، نقول لابد أن يكون ذلك الشخص أعلم، لابد أن يكون عادل، لابد أن يكون كذا، لابد أن هذه الشرائط التي ذكرت. ما هي الآليات؟ قالوا لابد أن 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 يشهد له شاهدان، أو يوجد شياع عام، أو كتبه، أو أدلة، وهكذا. نفس تلك الآليات التي وقعنا الآن، إحنا أتباع مدرسة أهل البيت، شيعة أهل البيت، نجدهم أنهم واقعا ثقفوا بهذه الثقافة، خصوصا في السنين الأخيرة، يعني في القرون الأخيرة، نجد أن شيعة أهل البيت وأتباع مدرسة أهل البيت لا يرجعون إلى كل أحد، وإنما يبحثون عمن؟ عن الأعلم المتخصص في المجالات الفقهية والعملية. كذلك نفس تلك الآليات لابد من تطبيقها أين؟ لابد من تطبيقها على المسائل العقائدية أيضا. سماحة السيد، هنا مسألة المبلغون بشكل عام، وخصوصا خطباء المنبر الحسيني. نعم. هنا يطرحون هذه المسائل باعتبار المنبر الحسيني منبر متنوع يذكر فيه كثير من القضايا التاريخية والعقائدية والروحية الأخلاقية وغير ذلك. عندما يطرحون هذه المسائل، وهم الآن باعتبار في الفترة الأخيرة الآن مسألة الإنترنت ومسألة الفضائيات الموجودة، عندما يتكلم أحد الخطباء الحسينيين في حسينية في مكان ما، هذا ينقل مثلا رأيه إلى العالم كله تقريبا الآن، إلى كافة القارات عن طريق الفضائيات. فهنا هل توجد آلية خاصة للمبلغين، لخطباء المنبر الحسيني، أن يطرحوا المسائل العقائدية، أم يطرحوها كما في الشكل الموجود حاليا؟ المسائل الفقهية عادة أهل المنبر لا يصعدوا المنبر لبيان المسائل الفقهية إلا نادرا، إلا بالعرض. نعم. وإلا عموما يحاولون أن يعرضوا للمسائل العقائدية. نعم. في الواقع أنا أتصور بأنه حل هذه القضية يكون من كلا الطرفين، يعني لابد للخطيب وللمبلغ وللذين يرتقون المنبر لبيان المعارف، أو أولئك الذين لهم مواقع في الإنترنت ويحاولون أن يبينوا معارف أهل البيت ومعارف القرآن، وظيفة توجد لنفس المبلغين ولنفس الخطباء ولنفس الذين يحاولون تكون لهم مواقع ويبينون هذه، ووظيفة ثانية توجد لنفس السامعين، نفس المستمعين الذين يستمعون مثل هذه الخطابات أو المنابر أو نعم. إلى غيره. للمكلفين بشكل عام. من يستمع إليه. أحسن. من يستمع. نعم. أما وظيفة الخطيب ووظيفة المنبر ووظيفة المواقع، هو أن هذه المسائل إذا أرادوا أن يطرحوها لابد أن يستندوا إلى آراء كبار المتخصصين في هذا المجال. يعني على سبيل المثال يرجعون إلى الشيخ المفيد، على سبيل المثال يرجعون إلى الشيخ الطوسي، يرجعون إلى المجلسي، يرجعون إلى العلامة في زماننا إلى العلامة الطباطرائي، يرجعون إلى السيد محمد باقر الصدر، وهكذا. أنا من باب المثال ذكرت. يعني أنه إذا كان لهم رأي في مثل هذه المسائل ينبغي عليهم أن ينقلوا آراء المتخصصين في مثل هذه المجالات، ولا يحق للخطيب أو المتصدي للموقع أو أي إنسان يرتقي منبرا أنه يذهب إلى كتب الأحاديث، إلى البحار أو إلى أصول الكافي أو إلى أي كتاب حديثي آخر، ويأخذ رواية من غير أن يعرف سندها، من غير أن يعرف مضمونها، من غير أن يعرف أن لها معارض أو لا يوجد لها معارض، من غير أن يعرف أن يعرضها على القرآن الكريم أنها موافقة للقرآن الكريم، أنها مخالفة للقرآن الكريم. لأن أهل البيت، لأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قال: إذا جاءكم الحديث عنا فاعرضوه على كتاب ربنا، فإن وافق فخذوه، إلا فاضربوا به عرض الجدار. نعم. أو فهو زخرف، أو لم نقله، وجدتم عليه شاهدا في بعض الروايات، وجدتم عليه شاهدين من كتاب الله. وهذا الإنسان إذا لم يكن متخصصا في التفسير كيف يستطيع أن يعرف أن هذه الرواية يوجد عليها شاهد من كتاب الله أو لا يوجد؟ إذن وظيفة المتصدي والمبلغ في مثل هذه المجالات، إما أن يكون هو مجتهد في هذه المجالات، يعني قد يكون عنده باع في هذه المجالات، إما أن يكون مجتهدا في هذه المجالات
وأنا أقول مو أنه يقول بل أنا أعتقد نفسي مشرك، لا يكفي، لا يكفي أن كل واحد يعتقد في نفسه، لا بد أن يعرض نفسه، لا بد أن يوجد تخصص كما في الفقه، لا يكفي لكل أحد أن يقول أنا أعتقد في نفسي أني مجتهد في الفقه، وإنما لا بد من درس، من دراسة، من كتاب، من تأييد إلى غير ذلك. بس سماحة السيد، ترون المسألة أنها قضية، المسألة في المجال الفقهي، في المجال العملي، هذه المسألة متبلورة، الرجوع للمجتهد، لا بد أن نبلور أيضا في المجال العقائدي، ولكن هذه غير موجودة في المجال العقائدي. لا بد أن نبلور هذه القضية، نعم. ولا بد أن نثقف الناس بهذا الاتجاه، يعني هم لا بد أن يتثقف الخطيب على هذا والمتصدي لهذا وإلى غير ذلك، نعم. هذه وظيفة من؟ هذه وظيفة الخطباء، وظيفة المبلغين، وظيفة أولئك الذين يتصدون للمواقع لبيان المعارف، ووظيفة الناس أيضا لهم وظيفة ومسؤولية، نعم. وهي أنهم إذا سمعوا رأيا عقائديا ينبغي أن يسألوا هذا رأي من؟ يعني عندما يصعد المنبر على المنبر ويذكر قضية عقائدية مرتبطة بالتوحيد، مرتبطة بالإمامة، مرتبطة بالمعاد، مرتبطة بالنبوة، مرتبطة بصفات الله، مرتبطة بعشرات بل مئات المسائل التي تطرح على المنبر، لابد أن الناس يسألوا، يقولون له بأنه هذا رأي من؟ رأيك هذا وما هو دليل؟ أصلا أنت مجتهد في هذا حتى تعطي رأي، إذا لم يكن رأيك فهو رأي من؟ هذا المشهور بين علماء الإمامية، هذا الشاذ من علماء الإمامية، لأنه توجد عندنا كما توجد في المسائل الفقهية والعملية توجد آراء مشهورة، توجد آراء متفق عليها بين علماء الطائفة، توجد آراء مجمع عليها بين علماء مدرسة أهل البيت، كذلك توجد هناك مسائل شاذة نادرة مخالفة للمشهور في المسائل العقائدية، وهذا يسبب ارتباك في المسائل العقائدية. جزاك الله إذا طرحت هذه المسألة، نعم. هذا اللي كنت أرد أقوله، نعم. أقول أنه ينبغي أن يتثقف الناس، كما أنه في المسائل الفقهية عندما يطرح رأي فقهي على المنبر أو على الموقع يسألون هذا رأي من، كذلك ينبغي عليهم أن يطالبوا الخطيب والمنبري والمتصدي لهذه المواقع أن يطلبوا منه هذا رأي من في المسائل العقائدية، لأنه يحتاج إلى تخصص. وأنا أستطيع أن أتصور نحن إذا استطعنا أن نثقف الناس بهذا التثقيف عند ذلك نخلص كثيرا من التشويش القائم الآن عندنا في المسائل العقائدية، لأنه نحن نجد أن خطيبا يرتقي هذا المنبر يقول شيئا في علم الإمام مثلا، وخطيب آخر في الليلة اللاحقة أو في مناسبة أخرى يرتقي نفس هذا المنبر ويقول شيئا مخالفا مضادا مناقضا لما قاله الأول، أحسن. وكلاهما يستند، هذا يستند إلى رواية في البحار، وذاك أيضا يستند إلى رواية ماذا في البحار أو في أصول الكافي. خب هذا المستمع ماذا يفعل؟ يعتقد بهذا الرأي أو يعتقد ماذا بهذا الرأي؟ على سبيل المثال أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون متى يموتون ومتى يستشهدون وبأي كيفية أو لا يعلمون. شخص يصعد المنبر يقول لا يعلمون، لماذا؟ لأنهم لو علموا وأقدموا على ذلك لكان إلقاء بالنفس ماذا؟ في التهلك. الإمام الحسين لو كان يعلم أنه عندما يأتي إلى كربلاء يقتل ويستشهد في كربلاء بتلك الطريقة، لماذا جاء إلى كربلاء؟ مجيئه إلى كربلاء إلقاء لنفسه ماذا؟ في التهلك. الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم أن ذلك العنب الذي قدمه له ذلك الخليفة كان يعلم أنه مسموم وفيه قتله وشهادته أو لا يعلم؟ فإن قلتم لا يعلم، إذن لماذا تقولون أن الإمام يعلم الغيب؟ إن قلتم يعلم، إذن لماذا ماذا أقدم على ذلك العمل؟ هذا إلقاء للنفس بالتهلك. خطيب يصعد المنبر وبدليل أنه لا يجوز الإلقاء في التهلك يقول لا يعلم، وشخص آخر يرتقي المنبر يقول هناك روايات كثيرة عن الإمام الرضا يقول للمأمون بأنه أنا أقول لك كيف أستشهد ومتى أستشهد وفي أين أدفن. خب هذا الإنسان ماذا يعني؟ هذه القضايا أنا أتصور بأنه واقعا هناك وظيفة أساسية لأهل المنبر، وهذه الوظيفة مع الأسف الشديد نجدهم مو مع الأسف بحمد الله تعالى يلتزمون بها في المسائل الفقهية، يعني عندما يريدون أن ينقلوا رأيا فقهيا على المنبر أو على الموقع أو على أي أو على شاشة التلفزيون أو على الفضائية ينسبوه إلى من؟ ينسبوه إلى عالم متخصص، إلى مرجع من مراجع الفقه في هذا المجال، نعم.
ولو سألتهم من أين يقول والله هذا مو رأي، هذا رأي فلان عندما موجود في المسائل العملية كتبوا كذا وكذا. نعم. ولكنه عندما يسأل عن مسائل مسألة عقائدية مباشرة يستخرج كتاب الكافي أو كتاب البحار أو أي مصدر حديثي آخر ويقرأ رواية ثم هذا ثم يفتي الناس فتوى عقائدية، هذا خلاف الموازين، هذا خلاف القواعد. ولكن سماحة السيد بعض الأحيان توجد آراء لا يوجد فيها اختلاف مثلا بين المتخصصين في هذا المجال كما قلت في الفقه كذلك. نعم. في الفقه عندنا في الضروريات أساسا لا نحتاج فيها، هل يجوز نقلها مباشرة من مصادر الحديث؟ لا نعم. ما في معنى حتى في المسائل التي يريد أن ينقلها من مرجع. نعم. فليذهب إلى الروايات وينقل شواهد لها. نعم. لكن يقول هذا رأي الشيخ المفيد واتفقت عليه كلمة علمائنا وتوجد عليها شواهد من كلمات أئمة أهل البيت وروايات تؤيد. نعم. أما هو ليس من حقه فقط من غير أن يوجد رأي في المسألة يذهب إلى فلان أو يذهب إلى فلان أو يأخذ هذه الرواية أو يأخذ هذه الرواية. نعم. أما إذا كانت مسائل متفق على سبيل المثال أن الأئمة أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم عددهم كم؟ 12 إمام. 12. وهذه مسألة متفق عليها، لا يوجد خلاف في مدرسة أهل البيت أن الأئمة 12 أو 14 أو 13، الأئمة جيد 12 إماما. نعم. نعم هنا هذه القضية يستطيع أن ينقلها وماكو حاجة همتنا أن يذهب ويقول أنه هذا رأي الشيخ المفيد، لماذا؟ لأنه هذا رأي متفق عليه بين علماء. هذا ما أردته في السؤال. نعم. هذا أردته. ولكنه هذه كم مسألة هذه؟ لا تتجاوز 10 مسائل، 20 مسألة، 100 مسألة، لا تتجاوز أكثر من ذلك. نعم. كما أنه في كتاب في المسائل الفقهية المسائل المجمع عليها 100 مسألة، 200 مسألة، 500 مسألة، مو أكثر من هذا. أما مئات عشرات الآلاف من المسائل الأخرى هي موضوع ما؟ موضوع اختلاف. أنا لا ماذا أتكلم في تلك الأمور الواضحة. نعم. أن الإمام الثالث من هو؟ هو الإمام الثالث هو الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه نحتاج أن نذهب ونقول رأي من هذه؟ لا، هذه من الواضحات. نعم. أما أن الإمام يعلم زمان شهادته أو لا يعلم، هذه مسألة محله خلاف وتحتاج إلى دقة وعمق وإلى نظر. أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يعلمون الموضوعات كما يعلمون الأحكام أو لا يعلمون، يعني يعلم أن هذا الماء الذي أمامي هو يعلم الماء إذا كان نجس لا يجوز شربه، أما هذا الماء الذي أمامي نجس أو طاهر، هذا نسميه موضوع خارجي يعني. موضوع خارجي. نعم. يعلم بفلان بالأمس أكل كذا أو أكل كذا. نعم. بالأمس أين كان؟ يعلمها أو لا يعلمها؟ هذا بحث مهم من أبحاث علم الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه المسائل محل ماذا؟ محل أخذ وعطاء واجتهاد وقبول ورد. هذه لا يمكن أن يذهب شخص إلى كتاب من كتب الحديث ويأخذ رواية ويقول الإمام لا يعلم، وشخص آخر يأخذ رواية يقول والإمام ماذا؟ يعلم. هذه ليست، وإنما المتخصص في مثل هذه المجالات لابد. ولذا أنا أعتقد بأن هذه المسألة إذا نظمت. نعم. كما نظمت المسائل ماذا؟ المسائل الفقهية، المسائل العملية عندنا، أنا أتصور أنه كثير من التشويش، كثير من الاختلافات، كثير من حالات الاضطراب التي يعيشها السامع ويعيشها المكلف ويعيشها الإنسان العادي في مثل هذه المسائل، لأنه يجد أنه افترض فلان أنا أخرج على فضائية أقول أن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هم أعلم من جميع الأنبياء والأوصياء بما فيهم أنبياء للعزم إلا الخاتم، وشخص آخر يخرج يقول لا ليس الأمر كذلك، وهذا المستمع عندما يستمع هذه الفضائية يقول فلان هكذا يقول وأنت هكذا تقول، نحن ماذا نفعل؟ ما هو تكليفنا؟ هذه قضايا لابد أن يرجع فيها إلى المتخصصين. ولذا أنا دعوت إلى أنه تكتب رسالة عقائدية كما تكتب ماذا؟ رسالة عملية، رسالة عملية في الفقه يعني. وهذه توضع بأيدي الخطباء، بأيدي أهل المنبر، بأيدي أولئك الذين يتصدون لمسائل التبليغ في مواقع الإنترنت، في المجلات، في الجرائد وغيرها. نعم. كل وسائل الاتصال الأخرى ينبغي عندما يريدون أن ينقلوا قضية عقائدية لابد أن يرجعوا إلى المتخصصين في تلك المسائل. كما أنه الآن نحن على سبيل المثال في مسألة فقهية، الآن ما أدري أنتم هذه القضية متابعيها، تجدون الآن إحنا في مسائل الحج
تكتب عندنا رسالة حج ولكنه يوجد عليها تعليق لعشرة وخمسة عشر من علمائنا وفقهائنا. نعم. فلان يقول يجب، فلان يقول يكره، فلان يقول يحرم، فلان يقول. نعم. في كل مسألة مثلا. نعم. نحن نكتب كتاب عقائدي وننقل آراء من؟ وننقل آراء الشيخ المفيد، نقول الشيخ المفيد وافق، الشيخ الصدوق خالف، المجلسي قال كذا، فلان قال كذا، فلان قال كذا، حتى نعطى بيد الخطيب، بيد أهل المنبر، بيد هذه المواقع عندما يبدون ينقلون يقولون المشهور بين علمائنا هذا الرأي، ولكنه يوجد أيضا خلاف ماذا في هذه المسألة ونحو ذلك. أنا أتصور أنه هذه تكون نافعة جدا في مثل هذه المجالات، وأتصور هذا المقدار كفى الحديث في نعم. لأنه الآن تكلمنا حلقتين في مسألة الرجوع إلى المتخصص في المسائل العقائدية، وبحمد الله تعالى اتضح بأن المسائل العقائدية الأساسية لا ينبغي أو لا يجوز للمكلف أن يرجع فيها، وإنما لابد أن يبحث بقدر إمكاناته وقدراته، أما المسائل التفصيلية فيجوز له أن يرجع إلى المتخصص في المجالات العقائدية في هذا